يعني الواحد يذكر محاسن موتاه، يعني عشان هو بني ادم طماع، واللي قالوا له واللي كان عارفني قالوا البنت دي هتبقى نجمه في يوم من الايام، لف عليا واتجوزني بطريقه ما، وعارف يوقعني فيه وعارف يتجوز. لا لا، ما انا بحب اصلا هنا مفيش حاجه اسمها حاجه، مفيش حاجه بتعدي هنا من عندي. يعني احكي مره واحده عشان الباب ده يتقفل. ما انا بقول لك اتجوزني. ايه عارف يعني علي لف عليكي؟ لف عليكي ازاي؟ لف عليا، انا عيله صغيره جايه له عندها 19 سنه، عيله صغيره. فعارف يعني يوقعني، عارف ايه يضحك على عقلي عشان يتجوزني، عشان ايه يستولى على كل جنيه هجيبه. طب وانت ما اتجوزتيهوش عشان برضو انك تستنفعي منه؟ لا استنفع منه. او تهربي من حد تاني مثلا بيستغلك؟ لا لا خالص، انا اما اتجوزت ممكن ده كان سبب من اسباب ان انا يعني كان اكتر سبب ان انا اتجوز ان انا اهرب من سيطره خالي، عشان اهرب من ده اعترف اللي اسوأ منه. تهربي من سيطره؟ اهرب من خالي واستغلاله ليا مثلا، ما مش لازم يكون من سيطره راجل. لا لا الحمد لله، من سيطره خالي كان مسيطر عليه واخد كل شقايا. فعشان اهرب منه دخلت في الاسوأ منه.